جينا بقى لميعاد العاب الترابيزه بتاعتنا، ومعانا بقى الاستاذه ليلي والاستاذه لورا، هنشوف مين فيهم اللي هتدخل الكوبايه الاول عند الثانيه. جاهزين يا بنات؟ جاهزين. طب يلا على طول، ريدي ستيدي جو. الله الله، برافو. بصي بعدي كده هتلاقي الهواء بيعمل اكتر. برافو، انفخي يا ليل. برافو، انفخي اكتر انت. لا 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 لا، سيبي، بصي سيبي الهواء لما يعني سيبي الهواء من ايديكي. يلا احنا كل ده بننفخ واحده. يا نهار ابيض، يلا ما مش هقدر اتحرك عشان تعمليها غلط، ما تحركيش حاجه. يلا احبسي الهواء. ايوه يا بنتي، شيلي صباعك ده وانتي بتشيلي الهواء. يلا، وعندك فتحه من هنا وفتحه من هنا برضو نفس الحته. يلا ايوه كده، شاطره. سيبي ايديكي، انتي ماسكه الهواء بايديكي فمش بيطلع. يلا بسرعه. ايوه شاطره. ليلي ابتدت تفهم التكنيك، بس عايزه تنفخ هوا جامد. ايوه شاطره. يا بنتي الهوا بيروح بسرعه. يلا ها، سيبي بقى شيلي شوي. ايوه شفتي شفتي لما شلتي صباعك حصل ايه؟ يلا فهمتي؟ يلا شيلي بقى صباعك انت كمان. انت طول ما انت ماسكه الهوا من هنا. يلا يلا انفخ انفخوا يا بنات. برافو، عرفتي وفهمتي يا لولو. يلا لا كده الهواء بيروح بدري. انفخي يا بنتي، انت ما فيكيش صحه ليه كده؟ شاطره، تعالي من هنا. ها ننفخ بقى. ها انفخ، املي اكتر بقى. ايوه يلا. ايوه سيبي بقى الهواء. خدي دي خدي دي، وقعت على الارض. خدي دي يلا. يا سلام يا متأنيه، يلا هيودينا فين الهوا ده كله؟ تعالي من هنا يلا. ها بعيده قوي بس ماشي. صح صح بس بعيده قوي. يلا من هنا. ها سيبي صباعك، سيبي صباعك، انت ما تسيبيش صباعك. ها يلا يا ليلي. يلا محتاجين توجهوا الهوا عند الكوبايه عشان تتحرك، روحي لها من هناك. وجهي الهوا عند الكوبايه وسيبي صباعك. يا بنتي سيبي صباعك. والله سباق. والله سباق. بتقولي ايه؟ ايوه ايوه برافو، الحمد لله. دخلنا في البلوك الثالث، سيبيها انا احطها. يلا. لورا بقت في البلوك الثالثه، وانتي لسه بتحاولي تطلعي من الاولى. ايه انفخي. يلا. برافو يا لولو. يلا يا لورا. ايوه كده يا لورا بقى دخلت في الثالثه، شكلها لورا. تعالي من هنا، تعالي من هنا بسرعه. لسه انت جوه وهي قربت تخلص. هتزقها ولا مين هيزق مين؟ مين هيزق مين؟ ايوه برافو يا لولو. لورا ماشي. مالها البالونه دي؟ مالها البالونه دي؟ تفتكري المشكله في البالونه؟ ايوه. توريكي انها مش في البالونه. يلا. ايوه يا لولو كملي انت ما تضحكيش. يلا. ايوه كده والله العظيم لورا بقت شاطره، عرفت التكنيك. جربي خدي بالونه تاني. يلا روحي الناحيه التانيه، جربي الناحيه التانيه. يلا لورا هتطلع الكوبايه وانت لسه ما طلعتيش من البلوك بتاعتك. الله فاضل حته، بسرعه بسرعه فاضل حته صغننه قوي. يلا يلا يا لولو. يلا يا لولو يا بنتي كل ده وقت ليكي. يلا يلا يلا. ها هي لورا الفريق الاصفر هي اللي كسب وطلعت اخيرا الكوبايه. مش مشكله طبعا، عندنا لعب تانيه هنشوف هنعمل فيها ايه.